هل الصحيح هو حديث كتاب الله وسنتي أو كتاب الله وعترتي، علما أن الحديثين صحيحان؟ طيب إذا الحديثين صحيحان، إيش حق يقول هل الصحيح هو حديث كذا حديث كذا؟ والله الذي تميل إليه النفس أن الحديثين ضعيفان. يعني حديث كتاب الله وسنتي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي ضعيف. وحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أيضا ضعيف. لا هذا ثابت ولا هذا ثابت أبدا، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن سارية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر كتاب الله وأمر بالتمسك به، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله فقط. وحديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم كذلك، وفيه فأمر بكتاب الله وذكر به وحث عليه، ثم قالوا أهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي. فحديث تمسك بكتاب الله والعترة ضعيف، وحديث تمسك بكتاب الله والسنة ضعيف، كلا الحديثين ضعيف. والله الذي تميل إليه النفس أن الحديثين ضعيفان. يعني حديث كتاب الله وسنتي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي ضعيف. وحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أيضا ضعيف. لا هذا ثابت ولا هذا ثابت أبدا. تكبير الله أكبر. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. حديث لفظة العترة التي قد يكون فيها إشكال، لكن الحديث أصله صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحتى رغب في كتاب الله ثم قالوا أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. والله الذي تميل إليه النفس أن الحديثين ضعيفان. وأن من قمم البركة أهل البيت، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي وليس في الستة سواه يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيت. ما فيش وسنتي في الستة اللي موجود في الكتب الستة وعترة أهل بيت. وسنتي أخرجه أحمد، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ده موجود في أحمد. لكن وعترتي في الترمذي، الترمذي مقدم على أحمد لأنه من الكتب الستة المعتمدة. يعني إيه آل البيت؟ يعني النبي حقيقي؟ يعني إيه القرآن؟ يعني النبي حقيقي. هو جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله، فذكر بكتاب الله وأمر به والتمسك به، ثم قالوا أهل بيتي وذكركم الله أهل بيتي وذكركم الله أهل بيتي وذكركم الله أهل بيتي. نعم. أما حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، فإنه لا يثبت. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثبت الأمر برعايتهم لكن لا يثبت الأمر بالتمسك به. نعم. كذلك الحديث الثاني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، كذلك لا يصح. نعم. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكلا الحديثين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن سارية ما وعظنا موعظة شيء وجلت منها القلوب وأوصنا فإنها كانها يعني خطبة مودع. نعم. قال أوصيكم بكتاب الله، طيب، وثم قال وسنتي وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. فالقصد الأمر بالتمسك بالكتاب أو بالسنة، عفوا بالعترة أو بالسنة، نعم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. نعم. تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. نعم. بارك.
روايات حديث عترة أهل بيتي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي وسنتي. العترة أخرجها الترمذي، والترمذي ده بنسميه إيه؟ من الكتب الستة، وساعات نسميه من الأصول الستة، سموا الكتب دي أصول. وليس سديدا أن نسميها الصحاح الستة لأنها مش كلها صحيحة، وإنما البخاري ومسلم هو اللي كله صحيح، إنما نقول الأصول الستة. والأصول الستة سميت بذلك لتقدمها. إيه الكتاب اللي هنعتمد عليه؟ بخاري ومسلم، سنن أبي داود، الترمذي، ابن ماجة، النسائي. وبعدين ناس يقول لك لا دول سبعة، إيه هم؟ طيب الموطأ، وبعدين طيب قالوا بعدين بقى المصنفات التانية كده، ها لا قول لي بس، يقول لك ضيف لي مثلا مسند الإمام أحمد وسنتي في مسند الإمام أحمد، واخد بالك؟ دي طريقة عامة قبل النظر في الأسانيد، أن ما ورد في الأصول مقدم على ما ورد في غيره، كده طريقة كده عامة كده. فلما تجد حاجة في الترمذي وتجد حاجة في سنة مسند الإمام أحمد يبقى الترمذي مقدم، واخد بالك؟ إخواني وأخواتي، لو سألتم أنفسكم وسألتم كل من تعرفون من العامة وبعض أهل العلم والوعظ، حاشا المتخصصين في الحديث، لو سألتموهم ما مدى صحة حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، سيقولون قطعا متواتر، قطعا هذا كالقرآن الكريم، تقريبا لا تكاد تخلو خطبة من هذا الحديث. أيها الإخوة، كتاب الله وسنتي، يعني هو في الصحيحين؟ قطعا في الصحيحين، وقطعا في المسانيد وفي السنن والمشيخات والمعجمات، في كل الكتب حديث متواتر. كلا، هذا حديث ضعيف، لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجة. أيها الإخوة، لم يخرجه واحد من أصحاب الكتب الستة. ستصدمون الآن، طبعا ولا بد أن تصدموا، طبيعي أن تصدموا. هذا الحديث كتاب الله وسنتي ليس في واحد من الكتب الستة ولا في واحد من الكتب الستة. رواه مالك بلاغا بلا إسناد، بلغني أن النبي قال تركت فيكم، بلغني بلا سند. ورواه غيره أيضا مرسلة كالطبري، أيها الإخوة، في تاريخي مرسلة، وأسنده بعضهم لكن في سنده مقال، بعضهم جازف بتصحيحه ولكن هناك مقال في تصحيحه. أما الحديث المخرج في صحيح مسلم أيها الإخوة وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وعشرات الكتب بأسانيد على شرط الشيخين، أسانيد صحيحة، ويكفي أنه في مسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا لا نسمع به، وإن سمعنا به نقول حديث شيعي، هذا عند الشيعة. نعم عند الشيعة، لكنه عندنا في صحاحنا. لماذا لا يتكلم بهذا الحديث؟ لأن المؤامرة الأموية مستمرة إلى اليوم على أهل بيت النبي. انتبهوا، هذا ما يصدم، هذا ما يصدم ويمرر ويكبد، يصيب الإنسان بالصدمة أيها الإخوة، بالمرارة، بالكباد. كيف؟ كيف دأبنا على أن نتلو حديثا لم يصح آناء الليل وأطراف النهار في كل منتدى ومجمع في كل خطبة وموعظة على أنه لا يصح أيها الإخوة إلا بعد اللتا واللتي، ونضرب الذكر صفحا عن حديث في الصحيح في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، وهو أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، كتاب الله وعترتي، والشيخ الألباني أيضا ممن صححه من غير طريق في مسلم، كتاب الله وعترتي.
لكن بنو أمية لا يحبون أيها الإخوة هذا الحديث، فليصمت النبي إذن. وصمت النبي عندنا نحن أهل السنة 1400 سنة، صمت النبي لا نسمع بهذا الحديث، وإذا سمعنا به مباشرة نشتم رائحة التشيع. هذا حديث الشيعة يا إخواني، هذا حديث محمد، هذا حديث محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وإن رغم من رغم ورغب من رغب، اللهم اجعلنا من الراغبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء عجب يا إخواني، شيء عجب.